مشاهدينا الكرام، معنا الكاتب الكبير السي عبد الغني عارف. اولا بغينا نعرفوا في اي اطار هذا اللقاء اليوم. اولا شكرا لكم على هذه المتابعه الاعلاميه والثقافيه المهمه. بالطبع لقاءنا اليوم يندرج في اطار تقديم روايه ماريا الضلال، وهي النص الروائي الاول بالنسبه لي، وهي مناسبه اشكر فيها كل الصديقات والاصدقاء والحضور الذي شرفني اليوم بميلاد هذه الروايه. وروايه ماريا الضلال هي روايه تحاول ان تحكي سيره جيل مغربي، جيل انتمي اليه، وهو الجيل الذي كانت له احلام كبيره جدا وكانت له امان متعدده في ان يرى وطنا جميلا وان يرى غدا اجمل في هذا الوطن. اكيد استاذ، يعني كيف ترى الكتابه الادبيه في ظل العولمه كما كنعرف، وبالاحرى هل باقي الكتاب للعشاق ديالو؟ هذا سؤال وجيه. ان نتحدث اليوم عن الكتابه في عصر العولمه وفي عصر التكنولوجيا وفي عصر الرقميات، فعلا الكتابه اليوم تواجه تحديا كبيرا، ليس فقط من حيث القراء ولكن ايضا من حيث الاشكال وقنوات التواصل. ومع ذلك رغم طغيان هذه وسائل التواصل الرقميه الحديثه ورغم وصول الفضائيات وانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، اعتقد وانا مؤمن بهذه الفكره ان الكتابه ما تزال ذات جدوى، وان العالم اليوم ما يزال في حاجه الى الشعر، الى الروايه، الى المسرح، الى الابداع، الى كل الفنون، لان الامم لا تبنى الا بالفنون، ولان الابداع يبقى دائما هو الوجدان الحقيقي للشعوب وللمجتمعات. وكلما أردنا أن نضمن تقدما لشعب ما ولمجتمع ما، يجب أن نهتم بجانب الإبداع وبجانب الفنون. إذن الإبداع اليوم في العالم المعاصر، في عالم الذي نعاني فيه من إرهاب، من تعصب، من كراهية، ومن أشياء سلبية تفقد الإنسان إنسانيته، أعتقد بأننا في حاجة اليوم إلى الإبداع وإلى الفنون أكثر من أي وقت مضى. أكيد، يعني والدليل هو الحضور الغفير وحضور أيضا الشباب اللي شفناهم. بصراحة أنا أسعدني كثيرا أن يحضر هذا اللقاء الثقافي هذا الجمهور وهذا الحضور النوعي والمتميز إناثا وذكورا، وأن يكون الشباب حاضرا بقوة في هذا اللقاء، فهذا يعني أن العمل الثقافي ما يزال بخير، فقط يجب أن يكون هناك من يرعاه، أن يكون هناك مؤسسة تحتضن هذا العمل الثقافي، وأن يكون العمل الثقافي ضمن أولويات المسؤولين سواء على مستوى الشأن المحلي أو على المستوى الوطني، لأنه بدون اهتمام بالطاقات وبالمواهب وبالشباب لا يمكن لبرامجنا التنموية ولمشاريعنا التنموية أن تجد طريقها للنجاح. شكرا شكرا لكم.